من هنا من الجرجرات أو قندهار كما يلقبها أبناء المغرب تنطلق شرارة إعادة تفجير أحد أطول صراعات البشر المعاصرة. المغرب حركت جيوشها في خطوة ربما أولى لاستعادة الصحراء المغربية، فيما أعلنت حركة البوليساريو الساعية للانفصال وقف إطلاق نار فرضته الأمم المتحدة عام 1991. القلق الأممي من اشتعال الحرب لن يعني شيئاً أمام جيش مغربي تعهد أن لا يتوقف قبل إعادة الصحراء إلى حضن الوطن. وتمرد من جبهة البوليساريو امتد على مدى عقود لفصل الصحراء عن المغرب، رغم ضريبة دم دفعها المغاربة لإخراج الاحتلال الإسباني من الصحراء، فيما تحاول البوليساريو منذ السبعينات إقامة دولتها على هذه الرمال الغنية بالثروات، ما فجر حرباً راح ضحيتها عشرات الآلاف. واليوم يبدو أن عقارب الصراع عادت للوراء من ساعة صفر اسمها الجرجرات. فما هي أهمية قندهار الصحراء ولماذا الآن؟ الجرجرات ساعة الصفر. على 266 ألف كيلومتر مربع من الرمال تمتد الصحراء الغربية لتتفوق بمساحتها على دول عظمى مثل بريطانيا، لكن بكثافة سكانية هي الأقل في العالم رغم ثرواتها الضخمة خاصة الفوسفات جراء حروب استعرت منذ خروج الاحتلال الإسباني في سبعينيات القرن الماضي بين المغرب وموريتانيا من جهة وجبهة البوليساريو المتمردة من جهة أخرى. ومع انسحاب موريتانيا من هذه الحرب بقي الصراع على أشده بين جيوش الرباط والبوليساريو المدعومة من الجزائر. ورغم توصل الأمم المتحدة لقرار يؤكد الأحقية التاريخية للمغرب بالصحراء، إلا أن قرار وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو عام 1991 تضمن ضرورة إجراء استفتاء لتحديد مصير الصحراء الغربية، وهو ما لم يحدث حتى اليوم جراء خلاف حول من يحق لهم التصويت، بعد أن استقدمت البوليساريو جماعات من خارج الصحراء ووطنتهم فيها بهدف ترجيح كفة التصويت لصالح انفصال الصحراء عن المغرب الذي ما زال يسيطر على نحو أربعة أخماس الإقليم بالاستفادة من وقف إطلاق نار مستمر منذ ثلاثة عقود رغم خرقه مرارا خاصة في عام 2017. إلا أن شرارة تجدد الصراع أواخر 2020 تعد الأكثر حساسية، حيث بدأت من الجرجرات نقطة العبور الاستراتيجية بين الصحراء الغربية وموريتانيا. ورغم أنها منطقة منزوعة السلاح تراقبها قوات حفظ السلام الأممية، إلا أن المغرب حرك جيوشه باتجاهها غضباً من وقف البوليساريو حركة التجارة فيها ومنعه انتقال الشاحنات والبضائع ليعمد إلى طرد متمردي الجبهة من المنطقة الحدودية، مع بناء جدار رملي جديد لمنع عناصر البوليساريو أو أنصاره المدنيين من العودة. قندهار الصحراء. رغم اعتبار منطقة الجرجرات الممتدة على نحو خمسة كيلومترات منطقة منزوعة السلاح خالية من أي وجود عسكري، لكنها لطالما شهدت تحركات عسكرية من المغرب والبوليساريو، كان أكثرها غرابة في 2016 عندما حرك الطرفان قواتهما قبل أن ينسحبا بشكل مفاجئ. ومنذ التسعينات يعرف معبر الجرجرات شعبياً باسم قندهار نسبة للمدينة الأفغانية جراء حالة الفراغ الأمني التي تعيشها المنطقة وازدهار عمليات التهريب، قبل أن يتدخل الدرك المغربي عام 2016 بعملية أمنية لطرد المهربين من وراء جدار الدفاع، وهو حاجز رملي مبني على مسافة قرابة 2500 كيلومتر، بعد أن باتت الجرجرات بحسب صحف مغربية مركزاً لإيواء وتخزين مئات السيارات القادمة من أوروبا صوب القارة الإفريقية، ما حدا بالأمم المتحدة اتهام المغرب والبوليساريو معاً بخرق وقف إطلاق النار.
وفي 26 من فبراير عام 2017 قرر المغرب الانسحاب بشكل أحادي من الجرجرات، كما انسحبت قوات البوليساريو في أبريل من العام ذاته بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يؤيد مبادرة سلام جديدة، إلا أن محاولة متمردي البوليساريو عرقلة الحركة التجارية للسيطرة على ممر الجرجرات الاستراتيجي وإعادة ازدهار التهريب ما حدا بقوات المغرب التدخل لإعادة حركة التجارة الطبيعية قبل أن يأتي تصعيد جبهة البوليساريو على لسان زعيمها إبراهيم غالي بإعلان التخلي نهائياً عن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991 والعودة إلى العمليات العسكرية واستئناف العمل القتالي ضد المغرب، ما يعيد إلى الذاكرة أهوال صراع بدأ قبل نحو نصف قرن عندما تشكلت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم البوليساريو بهدف السيطرة على الصحراء المغربية وفصلها عن المغرب، حيث شكلت البوليساريو حكومة في مدينة تندوف الجزائرية عام 1975 قبل أن تشن حرب عصابات على المغرب، ما أدى لاندلاع صراع مسلح في الفترة ما بين 1975 و 1991 تمكنت فيه جيوش المغرب من استعادة معظم أجزاء الصحراء كجزء لا يتجزأ من التراب الملكي المغربي. وبعد سقوط نحو 20,000 شخص خلال المعارك المستمرة جاء عام 1991 حاملا معه توقيع قرار وقف إطلاق النار ووضع حد للنزاع المسلح بين جبهة البوليساريو والمغرب، الذي عاد ليجد نفسه على شفا حرب قد تفرض عليه لمنع متمردي البوليساريو من فصل صحراء المغرب عن المملكة. وأنت، هل تؤيد الحرب لاستعادة المغرب صحراءها من متمردي البوليساريو؟ أم أن المفاوضات والاستفتاءات قد تؤتي أكلها بعودة الحق المغربي؟